السلام عليكم وتحياتي جميع متابعي قناة عائلة الغربة. اليوم غادي نتكلموا على شنو هما المهن الأكثر طلبا بالدول الفرنسية لسنة 2022. بما أنه في فرنسا كل سنة كيكونوا إحصائيات كيقولوا شنو هما المهن اللي هي فيها خصص كبير هاد السنة. إذا على بركة الله غادي نشوفوا شنو هما هاد المهن اللي مطلوبة في 2022 في فرنسا. غادي نبدا بأول مهنة، أو بالأحرى غادي نتكلم على أول مجال فيه خصص كبير خصوصا من بعد أزمة ديال كورونا، اللي هو المجال الصحي. المجال الصحي فيه بزاف ديال المهن اللي فيها خصص كبير، اللي منها أول حاجة الطبيب. دونك أطباء كان فيهم خصص كبير، يعني فرملي انتيرميير فيها خصص كبير، وانتيرميير ولا ايد سوانيون واخا ما نكونش جبت معايا ديبلوم نقدر ندير فورماسيون هنا في فرنسا، ما كاين حتى شي مشكل، وموراها ما غاديش تلا الشوماج امبوسيبل. ولا سائق الاسعاف، سائق الاسعاف حتى هي كنصح بها بزاف ديال الناس، فورماسيون ديالها سهله يعني ماشي طويله، وموراها كتخدم وفيها خصص كبير. هذا فيما يخص المجال الصحي. دابا غادي نشوف مجال واحد اخر اللي هو مجال البناء. مجال البناء هو فيه بزاف ديال الطلب، يعني بزاف بزاف بزاف، وكاين بزاف ديال المهن كيخرجوا في هذا المجال. عندنا اول حاجه مثلا خاص اللي يعني البنايه او لي ماسون اللي هما عندهم الحرفه، يعني بنايه يعني بناي ماشي مانوفر، حتى المانوفر طالب مطلوب، يعني كاين المانوفر فيما يخص البي تي بي، غير هو شويه قاصحه الخدمه ديال المانوفر في البي تي بي وفيها التمارين بزاف بزاف بزاف. ثم عندنا الكتريسيان، يعني اللي كيخدم في الضوء، وهاد الناس هادو فرانشمون كيخدموا مزيان. اللي جاب مع هاد المهنه هادي للدول الفرنسيه ولا دوز فورماسيون هنا في فرنسا يكون اكيد انها خدمه فرانشمون زوينه، وغادي تعيشك توب ديال الطوب. بلومبي حتى هي خدمه زوينه في فرنسا فيما يخص هاد الدومين ديال بي تي بي، ومطلوبه بزاف، مطلوبه الدومين ديال الكليما. كاين يعني اي حاجه كتشوفوها في الدومين ديال بي تي بي فهي مطلوبه بزاف، الكارلاج فهو مطلوب، الصباغه لا بانتور حتى هي مطلوبه بزاف بزاف بزاف، هذا فيما يخص الدومين ديال البي تي بي. غنمشي لدومين واحد اخر اللي هو حتى هو كنشوف ولا فيه خصائص بزاف ما تحكروش، اللي هو عامل نظافه اولا اجون دوتروتيان، يعني كنخدم في النظافه مثلا في لي زوزين ولا كتخدم في لي بيرو، راجل ولا مراه بجوجهم بحال حتى دابا، يعني مدينه كبيره مدينه صغيره حتى هما مطلوبين هاد السنه بزاف مطلوبين. وماشي زعما كنشوف الخدمه كتكون عندي فورم خصني ندير فورماسيون صغيره وكندخل نخدم على راسي. ثم شنو اخر اللي نقدروا نقولوا تا هو مطلوب؟ اجون دو سيكوريتي. دونك في هذه السنه هذه بما انه رجعوا المحلات يعني رجعوا الناس صبوا مور الازمه ولا كلشي كيتحل، حتى هي اجون دو سيكوريتي مطلوبه بزاف بزاف بزاف. ثم بريباراتور دو كوموند حتى هي مطلوبه بزاف، عندك بريباراتور دو كوموند او لي كاسيس او لي كاريست حتى هما مطلوبين هاد السنه بزاف، مطلوبين بزاف بزاف. و انا جو سي كونتر الخلصه ديالهم ما كتكونش طالعه بزاف، ولكن سا مارش فرانشمون، سا مارش تري 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 بيان. ثم غادي نتكلم على ميكانيك، وهاد الميكانيك مطلوبه في 2022، في 2100 والصرف في 1990 فين ما مشيتي مطلوبه في الديار الفرنسيه ولا حتى في اوروبا. وكنت سبقت قلت لكم لو انا رجعوني للور وقالوا لي واش تكمل قرايتك في الباك ولا فاك ولا دير ديبلوم ديال ميكانيك تكنيسيان سبيسياليزي، لو انا شخصيا غادي ندير تكنيسيان سبيسياليزي في الميكانيك وما نكملش قرايتي ديال لافاك وديك التخربيق، لان فرونشمون كنشوف انا الناس ديال الميكانيك عايشين برين، والله العظيم عايشين برين، كيخدم على راساتو، كيضرب خدمه في النواخ، كيضرب فيها الصرف صحيح، كيدخل فلوس صحيحه كيدخل. المهم اللي جا مع الميكانيك مو راضي عليه وبا راضي عليه ودريكتو كلها راضية عليه. انا فرانشمون الميكانيك كنشوف الناس غاديين مزيان، هاد المهنة اللي كنشوف الناس غاديين فيها الطوب في الديار الفرنسية. ثم غادي نشوف دومين واحد اخر اللي هو لي زوتيل. لي زوتيل يعني السرباية ولا البارمان ولا اللي كيخدم في لابلونج، كيخدم في كيغسل الماين، هذا كل الدومين ديال لوتيل دابا غادي يبدا يتحرك، دابا غادي يبدا يتحرك هاد السنة هادي، يعني دابا غيولي عليه الطلب، يعني وجدوا راسكم. ثم دومين واحد اخر اللي هو ولا مهنه واحده اخرى هي كوافور، حتى هي فرونشمون محركه، كنشوفها محركه وهاد السنه هادي يعني غادي تطرطق، يعني كنشوف انا بزاف ديال الناس ولاو كيديروها وكنشوفهم خدامين مزيان، كنشوفهم خدامين طوب ديال الطوب. دونك هادو هما المهن تقريبا اللي هي معروفه واللي فيها خصص. غادي نقدر نسالي بواحد المهنه اللي انا حاليا عندي جوج مهن اللي كندير، دونك واخا ما خدامهش حاليا، يعني عندي شوفور يعني ديال الكاميون،
بما انني كنت دوزت الفورماسيون وتخربقت هذاك الشيء ديال باش تكون شيفور الكاميون، فايت تكلمت لكم عليها، حتى هي فيها خصائص، فيها خصائص كبير 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 كبير. غير انا حاليا مازال ما دخلتش ليها، لانها فيها السوايع ما مقاديش مزيان، فيها الديكالاج ديال السوايع، تقدر ثالثه المره الثانيه تخرج سيمانه كامله، مره تخدم الثالثه 12 الليل، مره الثانيه مع المهم. انا السوايع في هذا الدومين ما عاجبينيش، مشيت لدومين واحد اخر اللي حاليا كنديباني بيه على من نستابيليزا في الدماغ ديالي، نقدر نمشي للدومين ديال لوجيستيك. خدام في الدومين ماشي بي تي بي، في لا شاربونت، يعني لا شاربونت ما تابعش البي تي بي اللي تاع، ما نقول ماشي 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 بي تي بي، ولكن ماشي في الدومين ديال الماسون ديال البناء، ولكن تابع البي تي بي اللي هي كوفغور. عندكم اخوان ديالي كوفغور ولا زانغور ولا شاربونت، مهن اللي هي مطلوبه بزاف بزاف، وهاد الثلاثه ديال المهن بغيت ندير عليها فيديو مزيان ونشرحها مزيان، وكنشوف بزاف ديال الناس دايرين فيها المستقبل. فرانشمون انا كنت دخلت لها غير، انا دخلت الكوفغور غير شنقول لكم، غير صبيحه وبغيت غير نديباني على من نمشي نخدم في كاميون، مي من دخلت ليها لقيت راسي مازال كمل فيها، ما قدرتش نخرج، عجبوني السوايع، عجبتني الخدمه فيها، مازال ما والله ما قدرت نخرج فيها، الخلطه زوينه متحفظه الثمن ما خصنيش نقولوا. مي فرانشمون الاخوان ديالي حسن الشيفور ديال الكاميون، كنأكد لكم حسن الشيفور ديال الكاميون الخلصه، حسن بزاف ديال المهن اللي قلت دابا، يعني كنتكلم مع الدراري بزاف ديال المهن اللي قلت راه حسن كوفور، سيرتو الا كانت عندك لا زانغوري لي زانغور. زانغور نقدر نقول لكم بالعربيه هما كيديروا في المغرب السودور، دونك كي تيبقاو سودي وحديد، هنا كتسودي الزنق كتسودي. فرانشمون كوفور زانغور مهنه زوينه، وقلبوا عليها في جوجل وغادي تلقاو ان هذه المهنه فيها خصائص كبير بالدول الفرنسيه، وبزاف ديال الناس ما كيديروهاش خصوصا العرب، فيها غير الكبر وما كيعلموكش، ما كيبغيوش يدوزوا لك الميتي. المهم خدمه هذه غنتكلم عليها، غنعطيها انا كنقول غير شنو المهن، مي خليوني ان شاء الله نوعدكم انني غنشرح لكم مزيان المهنه هذه، وغنتكلم لكم على الاسرار ديالها، وان شاء الله يعني الناس اللي بغاو نتكلم على هذه المهنه خليو لي في التعليق، غير شجعوني وانا غادي ندير الفيديو، شجعوني وقول لي خالد تكلم على لا كوفيرتور او لا كوفغور زانغور، وغادي تشوفوا فيديو ان شاء الله موفصل في وسط الخدمه كيفاش كنخدموا لي ديتاي ديال الخدمه، والله تنديروا لكم داش شجعتوني. دونك الاخوان ديالي هادو هما المهن المطلوبه، كنضرب معكم موعد الفيديو القادم، دمتم في رعايه الله.